معظم الناس اليوم ايها الاحبه ماذا تتصور دعاءهم؟ يطلب من ربه الرزق اولا، المال، الصحه، ان يصرف عنه المرض، ان يصرف عنه الشر، ان مثلا يرزقه بيتا، يرزقه كذا، يعني كلها امور تتعلق بالدنيا ونسبه قليله نظرها متوجه نحو الآخرة يسأل الله الجنة يسأل الله أن ينجيه من النار يسأل الله أن يرزقه الفردوس الأعلى هذه نسبة قليلة معظم الناس يهتمون بالدنيا ولكن للأسف هناك فئة اهتمامها الدنيا وطغى على, على, على الآخرة فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا أنظروا هؤلاء مؤمنون على فكرة هؤلاء مؤمنون لانهم يقولون ربنا ليس كافرا هو معت ويدعو ربنا اتنا في الدنيا ولكن ما هو مصيره؟ وما له في الاخره من خلاق ليس له نصيب ولا رزق ولا جنه وقد يكون مصيره الى النار لماذا؟ لانه نسي الاخره تماما اهتم بالدنيا ومنهم من يقول هنا <applause> يأتي دعاء حبيبكم الذي تعرفه جيدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لذلك النبي عندما سئل عن حسنة الدنيا قال هي المرأة الصالحة وحسنة الآخرة هي الجنة إذا أيها الأحبة هذا الدعاء جمع الدنيا والآخرة أيضا لأن القرآن أحبتي في كتاب يحدث في حياتك التوازن توازن بين الدنيا والآخرة ولكن ينبغي أن يكون نظرك متوجها للآخرة الدنيا الكل يعمل فيها الكافر والملحد والمؤمن والتقي والورع وكل الناس يعملون والله يرزق الجميع هناك قوانين كونية تحكم الكون تحكم الرزق أسباب للموت للحياه غير ذلك كله مقدر وفق اسباب وقوانين وضعها الله سبحانه وتعالى. ولكن القران يعلمك ان يكون هدفك النهائي هو الاخره. ان يكون طموحك ان يكون طموحك هو لقاء الله عز وجل. اذا انت في هذه الدنيا اذا اردت ان تجمع بين الدنيا والاخره ماذا تقول؟ ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اذا حتى في هذا الامر كان النبي عليه الصلاه والسلام عندما يدعو بهذا الدعاء يتذكر ان هناك نار ملتهبه بانتظار كثير من الناس ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والانس عدد الذين سيدخلون النار ايها الاحبه اكبر بكثير 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 من الذين سيدخلون الجنة هذا حسب ما نراه في الواقع اليوم كم كم نسبة كم نسبة الناس الذين يريدون لقاء الله قليلة جدا كم نسبة الناس الذين بالفعل هم متواضعون يشكرون نعمة الله يساعدون الناس لا يأكلون أموال الناس بالباطل بالباطل يتصدقون يساعدون الفقراء كم النسبة قليلة أيها الأحبة لذلك أحبتي في الله يعني أنا أحب أن تتعلموا هذا الدعاء وتدعوا به هذا في سورة البقرة طبعاً وأن تتجنبوا <applause> أن تكونوا من أصحاب الدنيا طبعاً كلمة الدنيا في القرآن ذكرت مئة وخمسة عشرة مرة وكلمة الآخرة ذكرت 115 مرة متساويتان، لماذا؟ لأن القرآن يريد أن يعطيك رسالة يقول لك أيها الإنسان ينبغي أن تحدث توازنا بين الدنيا والآخرة. لا تطغى هذه على تلك. يعني أنت تعيش في الدنيا تأكل وتشرب وتعمل وتمارس كل شيء ولكن هدفك هو الآخرة. مثل إنسان يدرس في الجامعة. لديه هدف ان يحصل على الشهاده ولكن هو يمارس حياته بشكل طبيعي ولكن سلوكه يدلك على ان هذا الطالب مجتهد ويريد ان يحصل على هذه الشهاده كذلك انت في الدنيا عش تماما كل متطلبات الدنيا ولكن اجعل هدفك هو لقاء الله إذا أردت أن تكذب تذكر أنك ستقف أمام الله وستقرأ كتابك، كل ما تقوله مكتوب عليك، أنا الكلام الذي أقوله الآن مكتوب سأجده يوم القيامة أمامي. كل كلمة تنطق بها تكتب وستجدها أمامك، انظر ماذا تكتب في كتابك. أنت الذي تكتب كتابك على فكرة. كل عمل تقوم به س... سيعرض أمام الله. الزنا، الفواحش. الظلم الناس إيذاء الناس النميمة كل هذه أنت من تملأ كتابك بالأعمال الشريرة أو تستطيع أن تملأه بمساعدة الناس بحب الخير بتلاوة القرآن بالعمل الصالح قيام الليل كل هذه أعمال تجدها أمامك ولكن القرآن علمنا هذا الدعاء والدعاء والنبي كان يكثر منه عليه الصلاة والسلام لذلك رجاءً أيها الأحبة احفظوا هذا الدعاء وكرروه دائماً. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا وإياكم من عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.